بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت ملخبط في الاكل بتاعك وملخبط في الشرب بتاعك ونمط الحياه بتاعك كله غلط في غلط ومش عارف يا دكتور احمد احل نمط الحياه الصحي صعب ان انا امشي عليه، هل في حاجه تدرك هذا الموضوع او نستطيع ان احنا نظبطها تعالج لنا الخلل اللي في نمط الحياه الغلط اللي احنا ماشيين عليه وكان سبب في المرض اللي موجود عندنا؟ بشكل بسيط نستطيع، فيش بشكل بسيط نستطيع ان نقول الحاجة دي هي الرياضة. بمناسبة احنا راكبين العجلة فبنقول يا جماعة الرياضة، الرياضة الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخليك تتدارك، الرياضة الحاجة الوحيدة اللي تخليك تتدارك كل المشاكل الصحية اللي ممكن تحدث كنتيجة لنمط الحياة الغلط اللي احنا ماشيين عليه وبيتراكم معانا على مدار السنوات. الرياضة ممكن تظبط كل ده. الرياضة يا جماعة طب نمط الحياة الصحي، طب الرياضي يا جماعة الرياضة. الناس اللي عندها مشاكل صحية ومش عارفة تعمل ايه، الناس اللي ما عندهاش، الناس اللي حالتها اللي عندها اكتئاب، الرياضة. او قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. الرياضة برضو نختم نقول ان الرياضة بتحفز لها ثلاث هرمونات في الجسم، هرمون الدوبامين، هرمون السيروتونين، هرمون الاندروفين. الثلاث هرمونات دول يا جماعه هرمونات السعاده. فلو انت عندك اكتئاب، عندك حاله نفسيه سيئه، الحياه صعبه، مش عارف ايه، انزل مارس الرياضه وطلع كل الاكتئاب اللي موجود جواك وطلع كل الحاله النفسيه السيئه اللي موجوده جواك. شكرا ليكم، يا رب اكون قدرت افيدكم. لو انا قدرت ان انا افيدك حتى لو بمعلومه بسيطه، ما تنساش تضغط لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك وحبايبك. فالدال على الخير كفاعله. بحبكم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.